الأصدقاء والزملاء الكتاب والمبدعون في الأرجنتين، نشكر لكم وقفتكم وإسنادكم للشعب الفلسطيني الذي يتعرض إلى محركة حقيقية في القدس وفي غزة وفي فلسطين 48. كل فلسطين تتعرض إلى قصف وحشي واستباحة من الاحتلال الصهيوني. نشكر الصديق ليوناردو هيرمان على تواصله معنا وهذا الحس الإنساني العالي في التواصل مع فلسطين قضية وثقافة ووعيا، ونتمنى على تجمعات الكتاب والأدباء والمبدعين في كل الفضاءات في الأرجنتين وغيرها أن تنقل صورة فلسطين ووجعها إلى العالم وأن تعلن تضامنها مع القضية الفلسطينية. شكرا للصديق ليوناردو هيرمان ولكم جميعا على وقفتكم الإنسانية العالية.